على أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني جعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. السؤال هنا، الملائكة ما كانوش يعلموا بالغيب، فازاي هما عرفوا ان بني انسان في حياة سابقة، في حياة سابقة تكليفية قبل؟ لا، شافوا حيوات اخرى، شافوا تكليف اخر. والديار بكري في تاريخ الخميس في سيرة أنفس نفيس صلى الله عليه وسلم يقول إن قبل آدم كان هناك الجن، وقبل الجن كان هناك البن، وقبل البن كان هناك الحن، وهي مخلوقات غير مرئية كانت تحتل الأرض، وجاء البشر عليهم بعد ما خلق الله آدم، فقالوا هذا على المثال السابق، ودي في الإنجليزي يسموها الباكاستينج، يعني التنبؤ من الخلف، من خبرة سابقة، باكاستينج، في فوركاستينج وباكاستينج، فالملائكة عملوا باكاستينج.